لكن ذكرت بأن هذه القمة اليوم قمة الناتو دكتور إدموند تم توحيد المواقف الأوروبية، عودة أمريكية لقيادة العالم مرة أخرى، لكن هذا المظهر من النجاح، السؤال هنا كيف سيطبق على أرض الواقع؟ السؤال كيف يمكن لهذه المواقف أن تترجم وبالنظر حاليا في الحرب الروسية على أوكرانيا لحسم المعركة لصالح الجانب الأوكراني؟ أعتقد أن حسم المعركة لصالح الجانب الأوكراني أصبحت صعبة جدا. ما يتفعله الدول الغربية هو إطالة أمد الحرب. هذه الحرب هي ليست حرب أوكرانية روسية بقدر ما هي حرب بين الأطلسي وبين روسيا. وأعتقد أنه إذا السيطرة الروسية على الشرق مهمة جدا، ولا أعتقد أن ما كما قلت إذا تطورت الأمور ورأينا تغيير جذري وأرسلت القوات الحلف الأطلسي والدول الأوروبية كلها قامت فعلا بإرسال قوات، فأن هذا سيثير أسئلة جديدة. وعندئذ المعركة ستتحول، ولكن هذا لا يعني بالضرورة بأنه سيكسب أو ستكون لديهم القدرة على استرجاع الأراضي التي فقدتها أوكرانيا. ولكن النقطة الأساسية برأيي هي أن ما هي تداعيات هذه الحرب على روسيا وعلى العلاقة الروسية الأوروبية إلى حد كبير، لأنه إذا كان هناك شراكة بين روسيا وبين عدد من الدول الأوروبية، هناك اعتماد كبير على الغاز الروسي خاصة دولة مثل ألمانيا، هل هناك بدائل؟ إذا استطاعت الدول الأوروبية الحصول على بدائل فإن هذا سيعني بأن العلاقة مع روسيا ستتغير. ولكن أيضا في نفس الوقت هناك متغيرات أخرى، هناك بروز دول البريكس الآن، هناك الأرجنتين الآن قدمت طلب للانضمام إلى البريكس، إيران قدمت طلب، هناك منظمة شانغهاي، نرى عدة دول، نرى هذا التحرك الأوراسي إذا أمكن استخدام هذه العبارة، وهو أيضا بدأ يواجه حلف الأطلسي، لأن الصين بدأت تأخذ مواقف أكثر وضوحا على الرغم من أنها لم تكن مرتاحة للغزو الروسي لأوكرانيا، إلا أنها بدأت تدعم وتقول أن روسيا أجبرت على التدخل بسبب المواقف الغربية وتوسع حلف الشمال. طيب.